بمشاعر الفخر والانتماء توجه الشاب رايان لمركز الاقتراع بمقاطعة أليكونت الإسبانية للإدلاء بصوته في أول تجربة انتخابية يشارك فيها بمناسبة رئاسية 7 سبتمبر. عندي 22 سنة، هذه الخطرة الأولى اللي فوتيت. تسجلت قبل ما يبدأ الوقت على الفوت ودوك جيت مالغري عايش في الخارج. نحس بالبلادي و كوم جون الجيريان جو بونس كو سي مون ديفوار نجي نحفظ على بلادي. ولد بإسبانيا من أب جزائري مهاجر، لكنه ظل متعلقا بهويته الجزائرية مدركا مدى أهمية أداء أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لواجبهم الانتخابي. pour les gens اللي تاني عايشين في الخارج تاني جليزاني مي يعودوا يجوا يفوتي وتاني على المستقبل تاع بلادهم اللي عايشين في الخارج واللي عايشين في الجزائر بينزوج عندهم لو ميم دووار دو يحافظوا على بلادهم. استحقاقات رئاسية 2024 ستظل تاريخا راسخا في ذهن رايان كأول مرحلة يخطوها في مسار المشاركة في صناعة مستقبل البلاد.